مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال، مساء الروحانية. آخر يوم، آخر يوم بصراحة. شهر أبريل مرة يخلص. أنتم معي ولا بس هي خلص؟ طولنا ولا تحسون؟ شخباركم يا جماعة؟ اليوم آخر يوم عندنا في نية الروحانية، نبغى نستعرض الأسئلة اللي ما جاوبنا عليها في الشهر، الأسئلة المكررة ما راح نجاوب عليها. نبغى نجاوب على أسئلة الفي آي بي، عملاء الفي آي بي راح نجاوب على أسئلتهم، وأعتقد المواد راح تغلق أعتقد إنها خلال ساعة. فإذا في أحد يبغى يسأل يعني وش اشتري وش اللي يناسب، لازم يعطيني معلومات شوي، ممكن أساعده خلال هذه الساعة. وبعدين نبغى نسمع أخباركم، شو المستجدات، شو اللي صار وش اللي ما صار، يعني كل هذه الأشياء. أوكي، نية الشهر القادم للشهر القادم. الحين ما دخل الشهر القادم. خلينا نركز في موضوعنا، خلينا نركز في موضوعنا. واو، أستاذ عبد الله صحاب معانا، أهلا وسهلا، شرفتني. انت يعني ما جيت الا اذا في ريحة فلوس. ولا يا جماعة؟ طيب اول شيء خلونا نبغى نجاوب على اسئلة عملاء الفي اي بي. اوكي، حبيبتي كل أمر بين داء الروح. أي للحين خفية الروحانية، ها طبعا ما غيرتها، ما غير إلا بكرة بالليل. شوفي لحظة، شوفي هذه خلفيتي لكل جوالاتي. أوكي، طيب خلونا ناخذ أسئلة الفي آي بي عشان نمشي في فقراتنا. حبيبتي نوف تقول أنا روح مبدعة، كنت أكتب وأرسم والحين بدأت تظهر نسختي الجديدة بعد التنظيفات، وحس مالي في الكتابة مع أنها كانت احتمال الأفضل الأول، وحصرت مهتمة أكثر بالموسيقى كعزف، ممكن فعلا نسختنا الجديدة يتغير معها احتمالنا الأفضل. حبيبة قلبي نوف، أكيد بدون أدنى شك يحتمل احتمال كبير أنه لما إحنا تتغير نسخنا وتتغير هوياتنا ايضا تتغير نقاط قوتنا، ونكتشف نقاط قوه ما كنا وصلنا لها قبل، وبالتالي يكون عندنا خيارات مختلفه في الحياه واحتمالات افضل. وبشكل عام كل الادوات هذه مرات تناسب درجه معينه من الشعور عندك، فانت كنتي قد تكوني منسجمه مع شعور معين يناسب الكتابه، فهذا تنظف تغير، بالتالي وش اللي عندك اعمق غيره يطلع عندك اللي الآن طلع الموسيقى، فوارد هذا الشيء. لكن مهم إن إحنا بعد لما نغير نسخنا إن ما نتعلق بالنسخ القديمة، إن على طول نقلب، على طول نتقبل إن عندنا نسخة جديدة، عندنا رغبات مختلفة، أهداف مختلفة، نقاط قوة مختلفة، كل شيء تغير، كل شيء تغير. فهذه بالعكس إشارة جيدة. طيب عندي حبيبتي شهد تقول والدتي متوفية الله يرحمها، يتكرر علي أشخاص يحملون نفس اسمها ولا أعرف ما هي الرسالة. حبيبتي أنتي تقول مع العلم أني أخذت كورس أبنس تجاوز صدمة الوفاة، قصدك أنه ممكن يكون يعني كأنه الصدمة ما زالت موجودة. لا، إذا في شيء موجود ما هي الصدمة، إذا في شيء موجود أنه هي موجودة ولا ما هي موجودة. وطبعا على مستوى المادي إحنا ما نقدر نربط، بس انت اطلبيها في الحلم وشوفي ايش يصير. يعني لو كنت مكانك بطلبها بالحلم وشوف ايش يصير، بصير موجوده مي موجوده، في احد بيجاوب معي، في احد ما راح يجاوب معي، مين اللي بيشتغل، عقلك الواعي عقلك اللاواعي ايش بيصير. السؤال الثاني، لدي غبش في عيني اليمنى منذ الصغر والاطباء لا يعرفون الحل، مع العلم ان جدتي وخالتي اصيبوا في نفس العين لاسباب مختلفه. واو، قصدك انه خلنا نقول مثلا جدتك أصيبت، خلنا نقول مثلا يمكن جتها شرارة مثلا أصيبت، بعدين خالتك يمكن صار لها حادث ثاني وأصيبت،
انت من يوم ولدتي وعندك مشكله في عينك اليمنى والاطباء لا يعرفون الحل. هو الاطباء يعني كثير من الاحيان ترى الطب كثير محدود، كثير محدود يعني طب ما يعرفون كل شيء، ما يقدرون يجاوبون على شيء. ما زالوا الاطباء يبحثون، ما زال العلم يتطور، ما زالوا في الطريق يعني. بس انا يعني سبق اني ناقشت معكم هذه القصه انه حديث او الاثر ما انزل الله من داء الا انزل له دواء، عالمه من علمه وجهله من جهله. دائما اتصور هذا التصور، اقول في حل بس ما ندري عند مين، ما ندري عند مين، عند اي مدرسه، عند اي طريق، عند اي الا الموت مواقيت تروح. بس ترى خلاف الطرق الاخرى، خلاف القصص الاخرى اللي هي عباره عن مثلا اهداف توصلها، ممكن ما لها حل، ما لها حل. بس الداء في دواء، في دواء. ثانك يو نجمة. علمه من علم وجهله من جهله. فانا اقترح عليك انك انت تبحثين عن جواب عند مدارس ثانيه، ممكن يكون فيه خلل محتاج يتضبط، ممكن يكون فيه شيء يحتاج تنتبهين له تراعينه. اما ايش الرساله صراحه لازم نسأل، إذا كنتي يعني حضرتي قصص جدتك وخالتك ولا ما حضرتيهم، هل كنتي موجودة لما صارت هذه الأحداث ولا لا، معناها أنت عقلك اللاواعي تأثر ولا هي طاقة انتقلت، لازم نعرف هالتفاصيل. طيب صديقتي رفيدة تسأل تقول عندي هدف من سنين لم يتحقق وسعيد كثير فيه، شلون أعرف إذا كان عندي جوع روحي أو هو الفيل الأبيض؟ الفيل الأبيض غالبا هو ينحل، ينحل بخلاف الجوع الروحي. والجوع الروحي فيه ظلام، يعني تكفش نفسك، تكفش نفسك انك ظلامي فيه. الفيل الأبيض ما في ظلام، ما في ظلام. يعني مثلا خلنا نقول سيدة عندها مشكلة مع زوجها، اوكي حاولت اجتهدت كذا وما اعرف ايش، وبعدين انفصلوا، بعدين زوجت واحد ثاني مشاكل وكذا وما اعرف، بعدين فصلوا، بعدين زوجت واحد ثالث، بعدين قصص ومشاكل، بعدين فصلوا. فهي تسال تقول مثلا هذه السيده تقول يا جماعه هذا جوع روحي ولا يعني في الابيض. بقول لها يعني هل فكرتي تسحرينه؟ هل فكرتي تسوي شيء في الظلام عشان تتم القصه وتصير تمام وصحيحه؟ اذا قالت لك لا اقول خلاص هذا في الابيض، في الابيض. انه انت تظلين تحاولين تدورين عن الحل، يعني تدورين عن الطريقة الصحيحة، تفهمين الرسائل، تغيرين من طريقة، تغيرين من سلوك، لما ينحل الموضوع. لما شخص يفكر في الجانب المظلم معناها احنا وصلنا لحالة الجوع الروحي. ممكن برضو تحضرين يا رفيدة الجوع الروحي، تكلمت عن الفروقات ما بين كل هذه. طيب عنوان البث. طيب خلونا ناخذ، أبى أشوف 24,000 لايك، thank you. أبى أشوف لو عندنا سؤال ما جاوبنا عليه. thank you نجمة حبيبتي. هل في نوع أكل يمنع الروحانية؟ oh my god. تسألني أنا؟ تسألني أنا؟ تعرفني أنا يعني، تعرفوني يعني. انا اعتقد كل اللغويس والخبيط والخرابيط اللي ياكلونها الناس كلها، اذا كان في طريق روحي فهو ينسد بهالاكل. اعتقد طبعا في ناس ما يؤمنوا بهذا الشيء، انا اعتقد ذلك. اعتقد انه انت لما تحشي جسمك اشياء ما هي طبيعيه، اعتقد انه يسدد اشياء، واحد منها الروحانيه. طيب ثانك يو نجمة. تي شيرت بكتب لكم اياه بعد ما اخلص، بس نسيت الحين.
عشت تطرف ديني خلاني أكره نفسي وأنوثتي، أشعر بالعار، كيف أحل الموضوع وأرجع أتوازن؟ حبيبتي أنتي، شوفي مرات محتاجين ترى ننظف البيئة. مرات لما تكون أنت محاط بأشخاص كلهم متطرفين وأنت تحاول يعني تعدل الشيء جواتك، ومهما اشتغلت تلقى برا نفس القصة، محتاج تشتغلين من برا ومن جوا. طيب 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 هل الجوع الروحي يساعد في تخفيف الوزن؟ لا، ضبطي مشاعرك، يعني يمكن الخوف تساعدك أكثر من الجوع الروحي. طيب، هل تغيير الطرق والمدارس، البحث عن طريق أو الهدف أو العلاج يعتبر جوع روحي وأمل زائف؟ لا بالعكس، بالعكس، يعني هذا يدل على أن الشخص باحث حقيقي، باحث حقيقي، إنه هو يعني يشوف ويقلب ويقرأ ويفهم ويعرف وكذا، وبعدين يعني يوازن الأمور وبعدين يتخذ القرار. مو والله يعني يشوف مدرسة يقول الله هذا الشيء موضوع مريح، لا، يبحث، يقرأ، يتوسع لما يتأكد أو يشعر أن هذا اللي يناسبه. هوب تقول هل الاعتماد على خلفية الجوال فقط من الأمل الزائف اللي كل شهر نحطها؟ يعني شوف مثلا شخص بيحط خلفية الجوال ما راح يحضر معانا انستغرام لايف، ما راح يحضر أي مادة من المواد، ما راح يتتبع أي رسالة من رسالة، ما راح يغير من نفسه. نعم، هذا من الأمل الزائف، انك تعتقد انه خلفية الجوال هي بتغير الواقع اللي انت فيه. لا معلش، لا معلش معلش، كان حطينا خلفية جوال تسدحنا. لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا، احنا نعلق على الجدار ونطلع نركض ونشتغل ونجتهد. ايش تفسير رؤية ظواهر غريبة في طفولتي؟ رأيت شخص لا أعرفه اختفى أمام عيني ومخلوق من نار ويحدث لي جاثوم. على أساس حددت إنه مخلوق من نار؟ على أي أساس؟ أو قصدك هو شكل نار؟ على أي أساس؟ كل شيء ممكن يكون، في احتمالات كثيرة، يعني تبدأ من الوهم وتبدأ من الأبعاد الأخرى وتبدأ من كذا بس وين المهم؟ المهم إذا صار لك جاثوم وش تسوي؟ هذا النقطة المهمة. إحنا ما خلينا عن الماضي وش صار وش ما صار. النقطة المهمة إنه حالياً إذا صار لك جاثوم أنت عارفة وش المطلوب منك. محمد يقول أمي عندها أدوات روحية، يجيها جاثوم بشكل مستمر، تشوف مشاهد وأحداث من المستقبل لكن مشاعرها منخفضة وهذه الأشياء تخوفها، كيف تطور من أدواتها؟ إذا هي مهتمة، إذا هي ما هي مهتمة يعني تلقاها تخاف مني. يعني ممكن تيجي تحضر تقول لا سلح، لا وين تكلمون عن الجن وكذا وإسقاط النجم والجاثوم؟ لا لا، هذول يخوفون، هذول ما هم مضبوطين. أول شيء تبدأ موضوع الخوف، إذا تقدر تساعدها خلها تحضر الخوف، راح يفرق معاها كثير، يعني ممكن تنقلكم وتنقل حياتها هي وتنقل كل القصة إلى مكان آخر، تنقل كل القصة إلى مكان. تخيل إن عندك هذه الأدوات، إنك ولدت بهذه الأدوات، ترى مو كل الناس مولودين فيها بس للعلم، تخيل إنك مولود بهذه الأدوات وإنت خايف، ماذا لو، ماذا لو إن هذه الأدوات إنت ما كنت خايف من هذه الأدوات؟ ماذا لو، ماذا لو؟ هذه اللي يقولون عنها مستبصرة، صح؟ ما هي بطيخ، هذه اللي مستبصرة، بس كانت فعلا حقيقية يعني ما راح تسوي زي بطيخ. تخيل انه ممكن عندك هذه الأدوات بس انك انت لانك خايف كذا مرت حياتك ولا قدرت يعني تسوي ولا شيء بهذه الأدوات. شيء مرة يوجع صراحة، شيء يوجع. ف
فإذا تقدر تساعدها تبدأ بالخوف. توتو تسألكم تقول لكم مين يعرف إيش نسوي لو جانا الجاثوم. توتو تسأل تقول مين يعرف إيش نسوي إذا جانا جاثوم. مين يعرف يا جماعة؟ أو ماي جاد، حتى أنتي بعد تقولي وش نسوي. مين يعرف يا جماعة؟ توتو تسأل. أو ماي جاد، تقول نحارب. واحدة بالتوك توك تقول نحارب. آخ. أيوة. يعني هذه الجملة يمكن لا يقل عن يمكن 50 مرة كررتها في شهر الروحانية. أوكي؟ بالضبط. أوكي؟ أحس الإنستغرام فاهمين أكثر. ما هذا؟ تكون حارب وما أدري إيش و... تقول كان أبي ويا وعي أقيم الأذان. الله أكبر. وشيفة تقول لكم خذوا فيتامين دال وباء 12، ان الجاثوم سبب نقص فيتامين باء ودال 12. اوكي، روحانية تعيق التجذر المادي. شوفي، خليني ابغى اقول لك، لما يكون عندنا ادوات روحانية وممكن مشاعر منخفضة تمنع التجذر. المفترض انه الروحانية ايضا تساعدك على المادية، تخلي المادية اسهل عليك، لذلك يكون سهل عليك انك انت تتجذر. سهل يعني تستطيع انك انت تعرف الادوات وتستخدمها، وتستخدمها انك انت تمارس هذا الدور، مو انك انت بس تعرف، لا، تقوم بهذا الدور. طيب خلونا ناخذ ايش المستجدات. هاي يا جماعة، من يوم حطيت النية، من يوم حطيت خلفية الجوال، شفت الفيلم، حضرت احد المواد، ايش اللي صار في حياتك؟ ايش التغيرات اللي صارت في حياتك؟ سارة تقول قررت اسوي تأمل وطلع لي تأمل الاتصال بالروح. اوكي، تزامن جميل. تقول لك الجاثوم إليانز طلع لي فيزا الأمريكا. مبروك مبروك، اكتشفت مرضي بعد تعب. مبروك. مزعج عرفها، مرحلة اللي ما تدري وش فيك، اخ مزعجة، بس لما تكتشف وش اللي فيك تقول اخيرا اكتشفنا، اخيرا عرفنا. خنت زوجي، او ماي جاد، بس انت حاطة النية معانا يعني؟ ترى ما الحين الرجال يقعدون يحضرون يسوون لنا ازعاج. كل نفس بما كسبت راينا. ها طيب، حلم واعي غيرت فيه واسقاط نجمي. اوه واو غدير، برافو برافو. من حطيت النية انواع الاكتئاب، اي بينت على السطح، بينت على السطح، محتاجة انك تنظفين، لأنه هو أقرب شعور يساعدك عنك تحسين بهذا الإحساس. تعلمت الصلاة بخشوع، الله، شعرت بالرضا، يا سلام. أحلامي صارت واضحة أكثر، أوه واو. طبقت كل الكورسات المتعطية، الله الله، كذا أنا أحبك جدا. صرت واضحة وقوية وطاقتي مرتفعة، جميل. حضرت دورة نداء الروح، عظيمة حبيبتي، أنت العظيمة. أخف نية، صدق؟ شو بعض الناس تكون ثقيلة عليهم، خفيفة، ما حست يعني، يمكن ما حست بشيء. جتني فلوس، مبروك. صرت أحب قراءة القرآن، الله يا ميس. مرضت وشعرت بطمأنينة، شعرت بالراحة والهدوء، عرفت رسالة روحي، الله، أخبار جميلة. طيب، مشاعري تلخبطت. أوكي، الشعور السلبي اللي طلع لك على السطح اشتغلي عليه يا جماعة، مو نقعد نتفرج،
مو نقعد نتفرج، لما يجيك شيء تفاعل مع الواقع. تقول كان الفراشة المنفوشة وين بطيخ وأفهم إيكار تولي وسبونزا وأسمع لك أيضا. أوه واو، هذا وش هذا يعني، من الفهلوة ولا من إنك أنت مرة مطمئنة؟ طيب، جاءت لي الشجاعة أني أواجه خالتي بعد 6 سنوات وهزأتها. هند حبيبتي، أوه واو. طيب، حسيت بزهد وراحة نفسية. والله بعضهم دعسوا دعسوا، ها دعسوا. أقوى دعسة اليوم إن أم بطيخة جاية شخصيا تقول لكم أنا موجودة، أنا موجودة. ارتفعت روحانيتي وشعرت بالراحة والسلام. تسهلت دفعتي حقة العقار. حبيبتي مبروك مقدما، عضيت الجاثوم. عجيب، ها عضيتيه. اوكي طيب، وين وصلنا؟ صرت احافظ على اموري الخاصه واشتريت فيلا. الله، هذا الخبر الزين. شرت فيلا يا جماعه، مبروك مبروك حبيبتي، منزل مبارك. انقطعت علاقتي بشخص بين تواصل أثيري. يلا معلش، الوقت المناسب للخروج. طيب، خسرت أشخاص كانوا مهمين بطريقة عنيفة بس جدا مرتاحة. كويس، شعورك مهم، شعورك مهم. كنت أقول إسقاط مهم، روحي راح تسويه بدون ما أسوي جلسة، صار لي ولأول مرة بحياتي. عجيب، أوكي. عرفت رسائل الناس اللي حولي. حلو، أبغى الفراري الحمراء. حبيبتي أنت حط النية، حط النية وشوفي وش الرسائل اللي تجيك. هذا الشهر تقول لك طربت الثراء والحظ والنجاح في الدراسة والروحانية فوق فوق. حبيبتي سارة مبروك عليك كلهم. ميرا تقول ايش قصة ولدي يسوي اسقاط نجمي مع طفل ابو 5 سنوات؟ ايش القصة؟ الجيل الجديد، تحسبون زيكم اذا قلنا جاثوم بدأوا العالم يطقطقون ويتلخبطون وكذا، معدتهم تقلب ويحسون انهم في قعر جهنم. عادي هو صديق ويسوون اسقاط، مولود كذا يعني. ولا انت علمتي؟ ما علمتي صح؟ ما تعرفين. طيب، يخففون عنا الحمل شوي. تغير مكان عملي وارتحت من كثر الشغل. حبيبتي تبغين شغل خفيف، ها اعرف. اوكي، شعرت انه روحي صعدت ورجعت لي. هو في الغالب جاثوم اسقاط. متى تختار روح الاستيقاظ؟ بعد ان تضرب القاع. غالبا اغلب الناس ما تستيقظ الا بعد الالم، اغلب الناس ما تستيقظ، لكن مرات في عقود تساعد على الاستيقاظ، ما تكون مسؤوله، مثل العقود الكارميه، مثل في عقود يعني يكون عندها دور. خلعت ضرس عالجته قبل 13 سنة. أحلامي قلت، أشعر أنها حماية طاقية. كيف؟ قررت أفسخ زوجي في المحكمة. أظن أونلاين ما يحتاج تروحي المحكمة ولا؟ ذيك المرة قالوا لي البنات هنا أنها أونلاين، أظن، ما لي متأكدة، تأكدي من المعلومة يعني، ما يحتاج تروحين المحكمة، بس أونلاين تضغطين الزر. كنت متطرفة ولا أقبل بالدين، اتزنت قليلا هذا الشهر. ليلى حبيبتي برافو، ماتت قطتي حبيبتي أنت الله يرحمها. رجعت أتواصل مع زوجي بعد انفصال طويل. جميل،
تأكدت أني تجاوزت علاقة مظلمة. واو شفتي يا نوسة، تقول لك نوسة كله أونلاين حتى النفقة أونلاين. اقتربت من شراء دورة لكن اكتشفت أن السعر مختلف على الموقع. ما فهمت كيف السعر، هو ما هو موجود إلا في الموقع، السعر بس في الموقع، اشرحي لي أكثر أو ارسلي رسالة أو كلمي خدمة العملاء، أبغى أعرف القصة. أحلامي زادت بعد النية. الله، صرت أشوف الأموات وأتواصل معاهم، دخلت علاقة وخرجت بسرعة. ليش؟ شو اللي صار؟ هل نية الروحانية تعجل بالنداء الروحي؟ ممكن أنها تكون من الإرهاصات، وارد وارد. صرت أتوقع كل حدث أو رد فعل أو إجابة وتطلع صح، حدس يعني، ارتفع الحدس. جبنا قط للبيت. نينا حبيبتي مبروك. Oh my god، قط جامع نية الروحانية، ايش توقعون؟ نجح مشروعي بس ما قدرت أتابع، اكتفيت بالنجاح. حبيبتي it's okay، مرات أنت تتنازل عن الهدف، أهم شيء تكوني مقتنعة. صرت أعرف أختار. الله، شفت صور ذهنية عن الناس وتعبت لأني عرفت أسرارهم من غير ما يقولون. أوه واو هند، برافو، هذا تطور. محتاج تعبيني يعني، أنت ليش مدخل الموضوع بهال نظف الشعور اللي أنت قاعدة تحسين فيه، نظف شعور التأنيب. حلمت أني دخلت بنور أبيض وكأنه امتلأ جسمي وحسيت بشعور فرح. بعدها جاني جاثوم بس ما كملت وصحيت. طيب إذا جاء مرة ثانية شو تسوين؟ جبت قط لأول مرة، مبروك، استمتعت كثير، جاني فلوس، مبروك حبيبتي. ترى أغلب متابعينك تطلقوا، انتظري في الصيف عشان تشوفين مين الأغلب. أوكي، أخذت رسائل الأرواح ومحتارة بين قصة الروح والعقود. إذا عندك مشاكل في العلاقات خليك مع العقود، إذا لا تبغين روحانية روحانية أكيد قصة الروح. أشوف الناس على حقيقتهم، برافو، جتني فلوس، الله. محتارة أخذ قصة الروح، أنا أحس أني ما أعرف قيمة الحياة، هل بيفيدني؟ قيمة الحياة؟ ممكن، يعني خلنا نقول 20%، بس مو هذا هو الموضوع، أنه يعلمك قيمة الحياة، مو هذا هو الموضوع. خلصت عقد كارمي، برافو برافو، جتني عيديات كثيرة وتجنن، الله، حسيت بشعور حب الذات، ممتاز. ما حطيت نية الروحانية، أقدر أحطها الآن؟ في أي وقت تقدر تحطها، بس كان يعني جيد أنه كنا مع بعض، يعني تكون كذا يعني أقوى. هل ممكن تضيع الروح في الإسقاط؟ تكلمنا في بث اسمه الإسقاط الناجي، تكلمنا عن هذا الموضوع. نظفي الخوف أول، بعد قبل ما تسألين هالأسئلة نظفي الخوف. اللي قال هالكلام خواف، واللي نقل هذا الكلام خواف، واللي يقول يكرر هذا الكلام خواف، كلهم مجموعة خوافين متورطين في الخوف، ما يدروا شو السالفة، ما يدروا شو إسقاط الناجي، ولا عمرهم شافوا، ولا عمرهم جربوا، ولا ما يدروا شو القصة، في شيء كذا خافي ما يدروا شو. أكيد طبيعي، أي واحد شيء مجهول يخوف. شوف الساعة 11:11، أوكي، ربطت مادة السعي بنية الروحانية فحصلت قفزات، مبروك، تصالحت مع نفسي، الله، اقتربت من نفسي كثير، حبيبتي لطيفة، برافو. تقولك التاروت هواية وشغف، عندي حدس قوي مشغل العكس، حبيبتي الله يقويك. اهتميت بالجمال وبطاقة الجمال كثير وقطعت علاقة مظلمة ومضرة، برافو برافو. ترى متوقع مع معنية الروحانية يطلعون ناس، متوقع يعني كنت المفروض انك تطلع مسافة او ترتفع مسافة. صرت احصل على احترام وحب اكثر من قبل الناس، عجيب. صار لي استبصار من نوع غريب اول مرة يحصل لي، لكن قبل ما حطني بكم يوم، مثير للاهتمام، فضلت العزلة والصمت مع النية.
برافو، حبيت العكس، تقول صرت انتظر الرسائل. ثانك يو سلطانه، ثانك يو حبيبتي. جاني تغيير عمل لكن مديرتي رفضت. اتس اوكي، لم اعد اهتم للناس، حلمت ان جسمي يرتفع على فوق وانا ادري انه حلم، هذا جاثوم او حلم واعي. جسمك، انك ارتفعتي وشفتي جسمك تحت، ممكن يكون جاثوم. انا ما عندي طلب من الله الا السعادة. اي والله خوش. وش بعد اخباري يا جماعة؟ الهلع، لا الهلع اكيد صدمة، لا لا مو خوف عادي، هذا شيء اعمق يعني. بعد النية ظهر لي الغضب، نظفت ظهر لي الحزن. الله عليك الله عليك، كله بعد النية هذا، والله برافو والله برافو. انتي ماسكة ماراثون ما شاء الله، برافو يعني، صفطتي صفحة وصفطتي وبتصفطين صفحة ثانية. طيب وش بعد عندنا اخبار؟ صارت تجيني احلام واعية وعميقة. ام تقول صار لي كثير، علمينا. طيب علمينا. فكيت التعلق، الله. ممكن اساعد في اقتراح الافلام؟ ايه عادي ما في مانع اكيد. لاكس ما يشتغل، كلمي خدمة العملاء، كلمي خدمة العملاء. زاد جمالي وحناني، الله. طيب حلمت هذا الشهر فيك مرتين، الأولى اتفقنا نكون أصدقاء، والثاني حذرتيني مدرسة روحانية معينة. عجيب. لايف عن مشروبات تحبينها. فاضيين. هذا حليب الشوك، حليب الشوك. زاد وزني. زاد وزنك مع رمضان صح؟ عادي، مرات زيادة الوزن شيء جيد، شيء جيد زيادة الوزن، مرات يعني يكون شيء جيد. لماذا الشخص الروحاني دائما يكون محاط بالأشخاص المؤذين؟ عجيب. Thank you سلطانة، so cute. Thank you لوجين. طيب زاد القبول. اوف، تقول حتى انا حلمت. سلطانة حبيبتي I love you، thank you. رجوحة، حماني الله من حادث خطير ونجوت منه. داليا حبيبتي مبروك مبروك. وهذا سؤال، انه هل في احد كان سبب في عدم حصول هذا الحادث؟ هل ممكن تكون عقود الاثير؟ ترى ممكن في احد بيحافظون على التوقيت لما يكون، لما يصل الى المواقيت، الروح لما تصل لوقتها. الحمد لله على سلامتك. تقول احلامكم لي، او ماي جاد، تصدقون تيك توك مزوينها شيء تشاينا، شيء غير يا جماعه. ابغى ازور الصين. عندنا 101 الف لايك، ثانك يو، شكرا جزيلا. طيب حبيبتي انت تقول ما صار معي شيء، لا اكيد صار، بس انت منتي مركزه يعني. Thank you سلطانة. هل يمكن جمع أكثر من نية؟ أوه واو، إحنا طول الوقت ترى نجمع مليون نية مع بعض. أنت لو تفتش في رأسك تلقى لستة نوايا، اللي تعرفهم واللي ما تعرفهم، واللي تذكرهم واللي ما تذكرهم، واللي واحدة تحت الثانية تحت الثالثة كذا، واللي مغبرة واللي قديمة واللي ما، قصص حنا والنوايا. عشان كذا في نهاية السنة احس انه احنا لازم صراحه ننفض هالموضوع ونحطه على الطاوله ونشوف احنا وش بننقل معانا السنه الجايه وش بنخلي، وش موضوع كبير.
طيب تقول صارت معي أشياء الحمد لله، ممكن تشاركينا؟ تطبيق لاكس خفف عني وفاة قطتي. آه حبيبتي مرة مبسوطة أني سمعت هذا الخبر. Oh my god. طيب إيش رأيك في علي المصري؟ مين علي المصري هذا؟ ليكون في أحد مشهور جديد وأنا ماني مطلع على الساحة. أفا مهم أبحث ولا ما أبحث؟ ممثل مغني وش السالفة؟ لاعب ها؟ لاعب ولا ويش؟ توفيت جدتي حبيبتي الله يرحمها الله يرحمها. طيب وش بعد عندنا؟ ما أعرف من تقصد صراحة، طلع عندي لاعب ما أدري وش أكيد ما تقصده. طيب جتني معلومات تهمني عن أمي الله يرحمها، كانوا ناسينها. interesting. أو مرات تكون مرات الموضوع صار لي قبل هذه القصة. زي ما قلت لكم قبل إنه قانون السعي مو بالضرورة يشتغل مع النتائج، بس هو مرات يرتبط مع السبب والنتيجة ومرات ما يرتبط مع السبب والنتيجة، وعليك أن تسعى لأنه في شيء يضبط في مكان ما، كارما، شيء يشتغل، شيء يوقف، شيء كذا، ما أدري وش القصة. فمرات أنت تشتغل على موضوع، أنت مثلا خلنا نقول تشتغلين على موضوع، تشتغلين على قصة معينة في حياتك، على شعور معين في حياتك، تشتغلين تنظفين تنظفين تنظفين، لما تصلين مرحلة معينة تستحقين معلومة، تجيك معلومة تقولين طب كلهم عارفينها بس توها تنقال، توها تنقال معلومة، توها تنقال، تخيلي تقول معلومة واو كثير كثير خدمت طاقتك بس توها تنقال لأنك يعني أنت توك توصلين هناك. طيب وش بعد صار؟ لما كنت صغيرة كان عندي الحاسة السادسة وقوية، بس بعد إنجاب الأطفال خفت، بعدين ما عادت موجودة، ليش؟ تكلمت في أظن كارما الأجداد عن انتقال بعض العقود الطاقية من جيل لآخر، عموما قد نتكلم عنها الشهر القادم يمكن. هل كل اللي تقدمينه من دورات ومعلومات ترضي الله وموافقة مع الإسلام؟ ولا فيه وفيه لطفا ردي حبيبتي انت ترضي الله. انا يعني ادين الله واعتقد اللي اقوله صحيح، هذا اللي بيني وبين الله، واعرف اني ساحاسب على الكلام اللي اقدمه. هل انت تؤمنين بهذا ولا هذا شيء ثاني؟ هل شيخك يتفق معي؟ شيء ثاني. بس انا نعم ادين بامان الله واعتقد ما اقوله صحيح، واعتقد ان كل اللي أقوله سليم وصحيح، وما أعتقد أني خالفت ولا يعني عارضت الله ولا سويت شيء يعني يغضب الله، وبالعكس بالعكس يعني إحنا المفروض أنه أنت لما تنظف لما تضبط مشاعرك أنك تكون أقرب إلى الله، أنك يعني تتضح عندك الأمور هذه أكثر، تقدر تسوي داونلود الكثير من الأشياء الروحانية اللي ما تقدر تسويها وجسدك المشاعري متلخبط وجسدك الفكري متضخم وفي مراسي مزعجة. فهذه هي. بس طبعا هالكلام هذا بعد صعب ينفهم، ايش اللي قاعدة تقول هذه؟ نظف مشاعر ونظف مشاعر وكذا، صعب ينفهم الكلام هذا. جاني شغل وفلوس، الله، بديت أعرف أتعامل مع مشاعري، ممتاز، قل أكلي، إحساسي كله صح، تعت على الناس مرتاحة، أشعر بالفخر بالفرح حبيبتي، مرة نايس. وصلت لمستوى أعلى من الروحانية، صرت أتأثر كثير بالقرآن ويلامسني معنى الآيات بطريقة مختلفة، الله. هذه جاسمينها حطت نية الروحانية، شوفي وين وصلت. ها وش تقولين لها؟ شوفي وصلت، صارت تدبر القرآن، صارت تحس بشعور مختلف وعندها اتصال قوي مع الله. يلا هذا يرضي الله ولا هذا يغضب الله؟
يصير بعد احنا يعني لازم شوية ننتبه. طيب زيادة الحدس طبعا من اكثر الاشياء المتوقعة، من اكثر الاشياء المتوقعة هذه الادوات. صرت اتابع الدكتور محمد جحرور الله يرحمه، ثانك يو وفاء. طيب خلنا اقول لكم ايش صار لي قبل ما نقفل. لقيت شريك البزنس الجديد، برافو. طيب خلنا اقول لكم انا ايش صار لي، وش المستجدات اللي صارت لي. اوكي جاني فلوس، جاني فلوس، هاي حلوه صراحه، والله حلوه. طيب يعني غير شيء، غير يعني صراحه كذا جتني صفقه حلوه، هذا شيء. الشيء الثاني ابغى اقول لكم اني رجعت للدايت وللمدرسه الايرويدا. انا كنت وقفت فتره وبعدين الحين استأنفت العمل مره ثانيه، عندي دايت وعندي يعني اعشاب وادويه كذا اخذها، والله مجموعه كذا مجموعه. ف متى تقريبا من نصف ابريل تقريبا بدات فيه مره ثانيه، وحسيت انه طبعا انا شكرتهم انهم هم ساعدوني كثير على لا ما هم مكملات، لا ما غيرهم، ما يعني عندهم علمهم يعني اوكي، شكرتهم على المستوى اللي وصلت له، يعني صار عندي تحسن جيد يعني. بس الواحد يعني يوم ان يلقى الموضوع يشتغل يقول لا ابغى زياده، ابغى اكثر. فبدينا في كورس جديد راح استمر عليه ان شاء الله لمده شهرين، ونشوف نشوف بعدها وش المستجدات وش بيصير. يقول لكم في احد ممكن يفيد في الايرويدا، ما اعرف مين هذا الشخص حطت اكاونته. اوكي اي لك ولدت ترى قبل ابريل، قبل شهر ابريل، بس انها على بدايه رمضان الحين ما شاء الله عيالها يلعبون ويقفزون وكذا، مسوين جو في الكوخ. انا ماني عندهم الحين، اشتقت لهم اوريدي. وش بعد، وش بعد؟ الاحلام كثيفه هذا الشهر، مره مره كثافه، مره كثافه، يعني تحس كذا كانك يعني من فيلم الفيلم كانك في السينما، يعني يخلصون الفيلم الاول يفتحون الفيلم الثاني الفيلم الثالث تقول متى بنخلص، بعدين تفتح تحس عندك كذا يعني مكتبه افلام، تغمض شويه يبدا فيلم ورا، ففي كثافه مره في الاحلام هذا الشهر. هذا بعد شيء مختلف. وش بعد في مستجدات على الجسد الفكري؟ ما حسيت في اي مستجدات، ما في جديد على مستوى الجسد الفكري للاسف، ما في جديد. المشاعر كانت عاليه، كانت جميله. طبعا اكيد رمضان كثير ساعد على المشاعر، وبرضه انا سافرت لاكثر من مكان كذا وتنقلت، ما ادري متى بستقر. هذه هي مستجداتي. طيب يا جماعة أبغى أقول لكم في ختام هذا الشهر شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، ما قصرتوا، thank you. شكرا لكل الأشخاص اللي حطوا النية معانا، thank you نيرة حبيبتي، شكرا. شكرا لكل الأشخاص اللي حطوا النية، شكرا لكل الأشخاص اللي حطوا خلفية الجوال، شكرا لكل الأشخاص اللي حضروا الفيلم وحضروا مناقشة الفيلم، شكرا للأشخاص اللي حضروا معانا تيك توك لايف، إنستغرام لايف، أو اللي شافوا بعدين في الإنستغرام، أو اللي شافوا بعدين في اليوتيوب، شكرا جزيلا، ما قصرتوا، وجودكم مهم، حضوركم مهم.
كنتم بأسئلتكم، وسوري لكل الناس اللي ما جاوبنا على أسئلتهم، حاول قدر الإمكان أني أجاوب على كل الأسئلة لما تكون الأسئلة مكررة وأحس أنها يعني ما راح توصل مكان. إن شاء الله جاوبنا على الأسئلة اللي احتاجنا نجاوبها. أبغى أقول لكم أنكم كثير كثير هذا الشهر ساعدتوا في رفع وعي كثير من الناس، سواء حسيت بهذا الشيء أو ما حسيت، صدقني أنك ساعدت كثير من الناس أنهم يصلون لمكان، أنهم يفهمون شيء، أنهم يولعون لمبة. سؤالك اللي تعتقد أنك سألت عشان نفسك، نفسك وفقط، صدقني أنه فاد كثير ناس. يعني ما تتخيل شلون ممكن شخص تكون أنقذت شخص بس لأنك سألت سؤال صح، لأنك يعني تواجدت في المكان الصح. فأقول لكم شكراً، ما قصرتوا. الأشخاص اللي حصلوا نتائج إيجابية أبغى أقول لهم مبروك، الأشخاص اللي حصلوا نتائج سلبية أبغى أقول لهم جيد أنه أنتم تفاعلتوا والكون تفاعل معكم وراكم رسائل، بحيث أنكم أنتم تتجاوبون مع الرسائل، تردون، تسوون، تشتغلون، تسعون وتغيرون من أنفسكم عشان تصلون. وشكرا لنا كلنا، سوينا اللي علينا إن شاء الله وما قصرنا، و يعني كانت المشاعر كثير إيجابية وكثير طيبة. وإن شاء الله نشوفكم الشهر القادم، بكرة خلوكم معانا، شهر جديد ونية جديدة، خلفية جوال جديدة وفيلم جديد. أوكي، خلوكم قريبين. Thank you. 161 ألف لايك. شكرا جزيلا لتيك توك على هداياكم طوال الشهر، شكرا لللايكات، شكرا للقلوب، ما قصرتوا ما قصرتوا. Thank you منيرة حبيبتي، I love you، تصبحون على حب حبيبتي.